الأهلي زعيم إفريقيا ليست مبالغة ولا كلمات من وحي الخيال ولا جملة كتبها عاشق لكيان كبير فرض نفسه على الجميع، لكنه الواقع الذي تؤكده لغة الأرقام والإحصائيات. لا يحتاج الأهلي إلى مجاملات من أحد، لا يحتاج إلى كلمات تنصفه، فالتاريخ كفيل بأن يفعل ذلك، والأرقام تؤكد أن الأهلي هو ملك وزعيم وبطل لإفريقيا بلا منازع. يخطو الأهلي خطوات واثقة نحو سلم المجد يوماً بعد الآخر، يؤكد أنه الأسطورة الكروية الخالدة في أدغال إفريقيا، بل أنه بدأ رحلة غزو العالم بفضل إنجازاته وأرقامه التي ينحني لها الجميع. منذ أسابيع وتحديداً نهاية مايو الماضي، حصد الأهلي بطولة قارية جديدة عندما فاز بالسوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي بقطر، ليرفع المارد الأحمر بطولاته من السوبر الإفريقي إلى 7، وهو رقم لا يمتلكه إلا الأهلي. الإحصائيات تؤكد أن الأهلي يغرد في ضرب البطولات بعيداً عن منافسيه، نجح في تنصيب نفسه زعيماً للقارة السمراء بفضل إنجازاته وبطولاته التي بات يعلمها القاصي والداني. الأهلي هو صاحب الرقم القياسي على صعيد بطولة دوري أبطال إفريقيا بتتويجه بها في 9 مناسبات، أولها عام 1982 وآخرها عام 2020 بالقاضية ممكن على حساب الغريم التقليدي الزمالك. وحقق الأهلي لقب كأس الكؤوس الإفريقية 4 مرات، مع التتويج بلقب كأس الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، والكأس الأفرو أسيوية مرة وحيدة عام 1988. بينما يملك الأهلي في رصيده 7 بطولات سوبر إفريقي، كان آخرها نسخة 2020 عندما فاز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد. هذه الألقاب تنصب الأهلي وصيفاً للأكثر تتويجاً على مستوى العالم خلف ريال مدريد الذي يحتل المقدمة برصيد 26 لقباً قارية، بينما يأتي المارد الأحمر وصيفاً برصيد 21 لقباً قارية. وعلى المستوى المحلي حدث ولا حرج عن بطولات المارد الأحمر، فهو في المقدمة في كافة البطولات المحلية سواء الدوري في رصيده 42 لقب، وكأس مصر ب 37 لقب، وكأس السوبر المحلي ب 11 لقبا. فهناك فارق كبير بينه وبين أقرب منافسيه لتبلغ إجمالي ألقاب المارد الأحمر 141 لقبا في كافة بطولات كرة القدم التي شارك فيها. فهو الزعيم الذي يتفرد بهذه الأرقام في إفريقيا وينافس على مستوى العالم. التقرير اللي احنا شفناه مع بعض دلوقتي، الأهلي زعيم الكرة أفريقيا، ده تاريخ الكتب بداية من الأجيال السابقة، لكن جمهور النادي الأهلي دايما بيبص أو عينه على الحاضر. عايز أرجع وأشوف لقطة وأفتكر مع حضراتكم لقطة كانت مهمة، كانت في بطولة السوبر اللي كانت في الدوحة اللي فاز فيها النادي الأهلي على نهضة بركان، والنادي الأهلي بيفوز بالسوبر الأفريقي وبيتوج بالبطولة الأفريقية، في نفس الوقت الجمهور اللي حاضر في الملعب بينادي على اللعيبة وبيقول لها الدوري يا أهلي، العشرة يا أهلي. هو ده جمهور النادي الأهلي، الجمهور اللي ما بيشبعش بطولات. لكن التاريخ أو التقرير اللي احنا شفناه الأهلي زعيم أفريقيا، ده تاريخ الكتب وتاريخ هيفضل موجود، لكن دايما احنا كنادي أهلي وجمهور النادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي دايما عينينا دايما على الحاضر وعلى المستقبل.